يلا يا ابني ما تشوف المصايب دي بتعمل ايه على الصبح. موفي وات از يور ناشونال؟ انا مصري. مصري؟ طب هات بقى الليله دي بقى لما اهلنا كده. هي واتس جوين اون؟ هي معاك تصريح تصور؟ تصريح؟ نو ما حدش قال لي. ما حدش قال لك؟ ما حدش قال لك كمان انك انت ماشي ماسك مدفع وفي زوم؟ واتس رونج؟ رونج ايه؟ لو مالك بتتكلم كده وعوج نفسك ولابس لي شورت وماسك لي ميه معدنيه، ايه علاقتي بالباب اللي انت لابسه ده؟ خدنا الواد ده نتسلى عليه شويه النهارده، ركبه على ميه. تيك ات ايزي مان. والله واتش ذا كاميرا تو. اخلص يا دي يا غارد يا انا. اخلص يا انا. اتفضل مان. او شيت. What the hell are you doing, man? Then. Wait, استنى انت. Who do you think you are? قوم بكلمك. Shit. سيلي. يا ابني انا محتاج اي اثبات شخصيه ليك، او تكون عارف اي حد مع الطاقه يجي يضمنك. ارفص هنا. يعني ايه ارفص؟ بطل استعباط بقى. I swear انا مش فاهم. ارفصها يا صارع لما اروح افطر واجيله. تعال اما ارفصها. اوكي. هلو. هاي. ممكن اكلم راضي؟ لا لا انا كلاينت. اوكي. هاي راضي. هاو ار يو؟ انا مصري اللي انت جبتني من عند المطار. اسمعني بس، انت اسمعني لو سمحت لو سمحت. هو انا اصلي الموقف ده اسمه ايه؟ ده اللي انا فيه هنا كده. قول لهم انك معكوش في الاسم. اوكي معكوش ايه؟ طيب وانا ادورك وامشي. يا ابني قول لهم انك ممسوك في اسم قصر النيل وعاوز حد يضمنك. اوكي راضي، انا ممسوك هنا في اسم القصر بتاع النيل ده وعايز حد يضمنك، حد يضمن عليا عشان امشي لو سمحت. اوكي ثانك يو. اتبسط يا عم وردوا عليك. افطر بقى. اوكي خد لك شوية. نو ثانك يو، انا اكل هنا خلاص. ماشي. You know what؟ I like القرفصة. It's very healthy. يا رب راضي يجي بس، يا رب راضي يجي. تمام يا فندم. يا صاحبي. لسه انا يا ابني انت؟ الواد ده حد جه يضمنه ولا لا؟ في حد جه دلوقتي يا فندم. أول ما يخلص اليغمة اللي هو عايش فيها دي تاخده على طول تفسحه. أمرك يا باشا. نو ثانك يو، أنا مش عايز أتفسح، أنا عايز أخرج وخلاص. ثانك يو. معلش يا حبيبي، هنا الخروج الأول لازم تتفسح فسحة حلوة كده. فسحه يا صاوي. تعم فسحك. أنا مش عايز أتفسح أنا. How are you guys? Hi. Oh, hey, what did I do? Oh shit, my head! Whatever happened to you, right? Please. بصراحة مش فاكره. مش قلت لك مصر دي كلها أوضة وصالة؟ No, please. ما تخلص يا عم أنت، هتضمنه ولا لأ؟ أنا كان معايا فلوس مخبيهم في الأندرويف. كده مش هفتكر غير نصك التحتاني. هما محتاجين ده نصك الفوقاني. طيب إيه دي فلوس بتاعت نص الفوقاني؟ هات بس عشان أفتكرك كلك. أوكي بس يا ريت بقى، بعد كده مش هلاقيك وتفتكرني من ظهري. ها؟ مين؟ استاذ مصري. ثانك يو. اتغيرت قوي عن امبارح. طب خلاص يا اخويا، انت اهو خد امسك حاجتك وانت خد بطاقتك. احمد ربنا ان احنا عرفنا نجيبها لك من علي اللي جوه دي. الكاميرا بتاعتك سليمه بس مسحنا الصور اللي عليها. وات؟ هاو كود يو دو ذات؟ نعم يا حبيبي. انت ازاي تعمل كده بالصور بتاعتي انا؟ انا مواطن مصري وعندي حقوق مصريه. وانا ضابط مصري والقانون ده بيديني الحق اني لما اشك في واحد اقبض عليه واتحرى عنه واتخذ اللازم معاه، ولو طلع مجرم هنفخه. اوكي هو انا طلعت مش مجرم واتنفخت. تقدر تقول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ هتفسيني؟ اوكي اتفضل فسي. هتفسي؟ حاضر يا مدام. لا 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 اوكي خلاص انا هفسي لوحدي. يلا راضي يلا راضي. شكليني يا باشا. انا هبعت اجيب الامريكان باسبور بتاعي وهوريكوا كلكوا. اوكي وانت اول واحد انا هوريك. انا؟ ايوه انت. انا لسه مطلعك من الاسم. ايوه بس بعد ايه بقى؟ بعد ما استبز مستب مس بعد ما است ما استبزتني. اوكي انت مستبز على فكره. انت المفروض يسموك مش راضي، يسموك واطي. واطي؟ ايوه واطي. ايه راضي؟
مش هتناديني غير بحضرتك يا استاذ راضي. قلت ايه؟ وات حضرتك؟ امشي امشي امشي. مش انا جو 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 جو. حضرتك لسه بدري على الفندق يا استاذ راضي؟ ابلع ريقك شويه. ها اوكي يا راضي. اوكي راضي يا استاذ راضي. الظرف ده جه حضرتك دلوقتي. اوكي ثانك يو. هاي راضي. بقول لك ايه، ممكن انا رجعت العربيه اوكي عشان بتوه، ممكن تعدي عندي هنا علشان نروح كده في شويه مشاوير انا وانت، هديك كل اللي انت عايزه. اوكي باي. صباح الخير يا فندم. عايز امشي لو سمحت. ايه سيادتك، في حاجه ضايقت حضرتك يا فندم ولا ايه؟ يا سيدي انا حر، انا حر، واحد ياباني وعايز يمشي. ده هتعمل حضرتك، بس حضرتك مش ياباني، مصري يا فندم. ده حضرتك امريكاني يا فندم. لا انا ياباني. امريكاني يا فندم. ياباني ولا مش ياباني؟ ياباني يا فندم. ياباني ياباني. انا ياباني. اتفضل اعمل تشيكاو. ثانكس ثانكس. يا مهندس بول ده عملت اوكي؟ الراجل واقف هناك ده حرامي. يا امسكوه. ايه ايه اوعى ايدك يا جدع انت وهو. الحقنا يا مصري، ده انا اعرفه. تعرفني انا؟ انا مش عارفك خالص. قلت لك مصر كلها اوضه وجنينه، خليهم بقى يفتكروا مصطفى الوراني. كده مصري؟ مش مصري؟ لا انا من هنا ورايح بقى اسمي استاذ مصري. اوكي استاذ مصري. استاذ مصري يا اتكل على الله، شوف طريقك الاستاذ. حبيبي يا استاذ مصري. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم. اوكي هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار باتنين في 50 يعني 100 جنيه. اوكي دولار بخمسة ونص. ايه مان ده عيني جدا، مش كان باتنين جنيه؟ خلاص انا هديك اللي انت عايزه، بس لو سمحت ما تنصبش عليا تاني، مش عشان اي حاجه، عشان انا صايع جدا. ماشي يا استاذ مصر.
رايح. يلا بقى روح هات الفان بتاعتك وانا هجيب الشنطه. ما اقدرش، ما انت عارف ما اقدرش ادخل هنا. اوكي طيب اسمع انت وانا اجيب الشنطه واجي وراك. ماشي يا مصري. وات استاذ مصري دون فورجيت. اوكي استاذ مصري يلا روح. ده طلع بيفهم. هاي انت سبت الفندق ليه يا استاذ مصري؟ عشان غالي قوي. طيب مين اللي قاعدين ورا دول يا راجل؟ يوم بنقلبها. انا مش فاهم انت ليه بجد بتنصب على اجانب؟ صدقني دول مصريين وزينا بالظبط يعني. ايه ده؟ انا في اللي بتغني لي دي؟ مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصريه؟ لا من الكويت. واو. اوتش ايه ده؟ روح افكر. ده باشا هو اللي كبس عليا، انا واقف فوق الخبطني هو الغلطان. انا شفت كل حاجه، رخصك بقول لك. اتفضل. زي ما انت. حصل حاجه في العربيه يا راجل؟ رخص. معلش هو دلوقتي هياخد مني اكيد. اسفين جدا يا فندم. اسفين جدا. اتفضل. ايه ده؟ يا باشا ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل ما تخافش يا راضي ما تقلقش. انا هجيب لك حق. اوكي؟ تجيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني؟ مصري وظابط، مصري وكيل نيابه؟ هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطه في خدمه الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطه والشعب في خدمه الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربيه؟ الوطن؟ مش عايز معارضه، بطاقتك. اوكي. هو مشى الوطن يا راضي اللي كان راكب العربيه ده الوطن. انا معايا ده بطاقه تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تجيب معايا شكل اليوم؟ شور اتفضل. لواء ما تخافش، بقول لك انا هجيب لك حقك. اوكي امشي معايا. اتفضل يلا يا راضي. اتفضل. تأمرني؟ انا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي اذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يعيني مصري، لكن انا مواطن امريكي. اوكي وعايز اخد له حقه عشان هو ما عملش حاجه. يعني انت بتهددنا عشان انت مواطن امريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك؟ يا اوكي اكزاكتلي بالظبط كده. اوكي انا بهددكم علشان انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك؟ اوكي انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي شفت خافوا ازاي؟ حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي. ايوه قلت انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه. اوكي ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح. انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. شفتوا حقكم قوي برضو يعني. امريكاني بقى؟ نو لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو حتى بص مصر ده كمان اسمي مصري وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. لا بص عليا، وماي باسبور ده مش حميني. اوكي واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني.
يا هاي. اهلا فندم، مساء الخير. هاي. I'd like to check in please. تحت امر سيادتك يا فندم. جدا استاذن سيادتك بس في جواز سفر، عشان انا اسف جدا 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 مسحت بيانات حضرتك. اوكي او ماي جاد. بس ممكن اقول لك حاجه؟ تعالى بس. ماي باسبورت ضاعت. المصري ولا الامريكاني؟ الاثنين. الامريكاني ضاع والمصري طار. انا طيرته. يعني حضرتك دلوقتي لا مصري ولا ياباني ولا امريكاني. يعني ممكن تعتبرني كوري. كوري؟ لا انا اسف والله، لازم اي اثبات شخصيه بس. ايه ماك ما بليز، انا كده احنا في الشارع. انا اسف والله فعلا. نفس الاكل ان شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا يو نو حلوه يعني الستايل والفكره بتاعه المطعم ده، انه يبقى كده وان تيبل كل الناس. الحمد لله. ده انا والشيف مش عايز حد يوم جعان. الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رجاله. الف سلامه. الف سلامه يا استاذ. لو سمحت مرني
الاكل حلو جدا بالهنا والشفا. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف الحساب كام. انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني؟ كل سنه وانت طيب، حط فلوسك في جيبك، رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت، عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 و 2. يا 0 و 2 5. اوكي. اوه يا 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 اونلي ون ليفت. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا خير يا باشا. نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني، متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يبختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ يا ناقصه. طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد يا حاج. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اكمله، فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلاب. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمه. انا اسمي مصري. اوكي انما انا اصلا امريكان. يا اهو اهو انا امريكان. وإيه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهرة ضد أمريكا. يعني أنت جاي من أمريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكاية. هو أنا اللي حصل يعني. بصراحة كمان أنا كنتش متخيل أبداً إن الناس هنا كده بتكره أمريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب أنت مصرية ها؟ طيب ممكن أسألك على حاجة؟ أنا عايز أروح أي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربية وأنا أوريك إن المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو ثانك يو. وده أعمل لو سمحت. لا نعم. أنت غلبان؟ كلنا غلابة لله. طيب اتفضل. أبني يديك الصحة. فيك شر البلاوي، فيك شر من يجيك يا ابني. يديك الصحة. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا